ملف تاني والطبيعي جدا انه هياخد كل الاهتمام على الساحة الرياضية. ناس كتير قوي على فكرة عمالة تفكر في الركود او حالة الركود اللي بتحصل داخل القطبين. ايه اللي بيحصل في القطبين؟ اولا هبتدي معاكم بالنادي الاهلي. واضح انه بدأت عملية الاستعداد على قدم وساق لمباراة الهلال السوداني في نهاية مارس او 1 ابريل. قلنا امبارح المباراة دي بتمثل أهمية غير طبيعية لجمهور النادي الأهلي واللعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة. أكيد طبعا إدارة النادي عايزة تخرج من عنق الزجاجة زي ما بنقول بمعنى الكلمة، عايزة تخرج بالنادي من عنق الزجاجة. مشوار الفريق للأدوار النهائية مهم، النادي الأهلي بيحاول جدا إن هو يأمن موقفه دلوقتي في الحصول على موافقة أمنية بحضور أكبر عدد من الجماهير للمباراة. طلب بالفعل حضور الساعة الكاملة للاستاد. وفيما يخص الجهاز الفني أكيد هيتابع أول بأول مع اللعيبة الدولية مع منتخبات بلادهم، وأعتقد إن مستر كولر هيحاول إن هو يجهز عناصر بديلة في الفترة أو فترة التوقف الحالية. لسه مع النادي الأهلي وهقول لكم خبر من داخل القلعة الحمراء بشكل شبه نهائي. تأكد طلب مستر كولر لمجلس إدارة النادي بالاستغناء عن مين؟ عن أيمن أشرف. عن أيمن أشرف، واحد من نجوم الفريق اللي بقاله فترة طويلة جدا مع النادي الأهلي لا غنى عنه في أرض الملعب. أيمن أشرف الحقيقة من اللعيبة اللي ما كناش بنشوفهم بيخرجوا من التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، بيلعب في أكتر من مركز، بيلعب طبعا باك شمال مع المنتخب المصري، شفنا كمان مستر كيروش بيدفع بيه كمان، يعني إن هو يبقى ليه فعالية هجومية، يطلع قدام كمان يشتغل على المنطقة دي، ممكن يلعب في نص الملعب. الحقيقة إنه أيمن أشرف أو نوعية اللعيبة دي ممكن تستغلهم في أكتر من مركز، ولكن بنقول دايما قناعات المدير الفني. طيب غياب أيمن أشرف عن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي خرجه من حسابات المنتخب المصري تماما، رغم إن كل الفترة اللي فاتت لما بتيجي تشوف تجمعة المنتخب لازم أيمن أشرف من العوامل الأساسية ومن الأعمدة الأساسية للمنتخب المصري، ولكن دايما بنقول اللاعب اللي ما بيلعبش أساسي في فريقه للأسف بيخرج من حسابات المنتخب. وحقيقة إن هي مفاجأة كبيرة جدا، محاولات كتير على فكرة خلال الفترة اللي فاتت داخل جدران القلعة الحمراء لتقريب وجهات النظر، محاولات للحديث مع مستر كولر. إيه أسباب عدم دفعك بأيمن أشرف؟ طب إيه أسباب عدم قناعتك بأيمن أشرف؟ طب في أمور إحنا ما نعرفهاش؟ يعني فكرة الناس اللي تدخلت في العلاقة ما بين مستر كولر وأيمن إن هي تقرب وجهات النظر، للأسف باءت بكل الفشل، باءت بكل الفشل خلال الفترات اللي فاتت. الحقيقة ان احنا واحنا بنقول كده بنبقى متضايقين قوي انه لاعب بنكون شايفينه ثابت واساسي بيخرج من الحسابات. وعلى فكرة انا لما بقول كده في نوعية دايما تبص تحت رجلها، تفرح، تنبهر باللي موجود عشان المركب ماشية، لكن للأسف مع اول كبوة، مع أول إصابة، مع أول ركود في الأداء، بنبتدي نقلب في أوراقنا القديمة ونبتدي نحاول نعيد حساباتنا ونراجع هم مين العناصر الأساسية والثابتة واللي كانت حاجزة مكانها أساسي في الفريق أو اللي ما قصرتش. غلطات الكل بيغلط، هفوات الكل ليها هفوات داخل الملعب معروفة، ولكن مين اللي دايما عناصر ثابتة وأساسية؟ أعتقد أنه الأمور يعني هي عبارة عن وجهات نظر 100%، هي عبارة عن قناعات فنية خاصة بأي مدير فني، ومش معنى كده أنه اللاعب بيكون مقصر، لأن عايز أقول لكم من داخل الفريق ومن داخل جدران القلعة الحمراء أيمن أشرف من أفضل من يؤدوا تدريباتهم يوميا داخل النادي، من الناس المجتهدة، من الناس اللي بيتم الإشادة بيها في التدريبات. الحقيقة أن دول كلمتين كان لازم دايما نوضحهم، أيا كان القرار دايما بيكون إيه لصالح النادي، لصالح المدير الفني اللي دايما بيتحمل مسؤولية قراراته في الآخر. نروح لشادي حسين.
شادي حسين من اللعيبة اللي متوقع انه يتم الاستغناء عنهم في نهاية الموسم داخل النادي الاهلي. طيب هل شادي حسين اخذ فرصته الكافية، فرصته الكافية ان احنا نبتدي نشوف اخر ما عنده؟ الحقيقة ان هو لاعب من اللعيبة اللي كانوا مميزين ومتألقين مع فريق سيراميكا كليوباترا، صفقة النادي الأهلي كان في قمة السعادة وهو بيبرمها، صفقة جمهور الأهلي كان منتظرها يعني بمنتهى الترحاب. اللاعب عنده هدوء وتريث وثقة، لاعب تقيل في الملعب. عارفين اللعيبة اللي ما بتبقاش خفيفة دي، اللي مش أي حاجة بتأثر فيها وأي حاجة بتحركها، لأ لاعب عنده ثقة في نفسه في أرض الملعب. النوعية دي على فكرة من اللعيبة برضو بتكون جيدة عشان الضغط الجماهيري، عشان البطولات الكبيرة. ولكن هرجع وأقول دايما الفينش ده بيكون محتاج وقت، وليه أكتر من سبب إنه ما يكونش اللاعب موفق فيه: عدم اللعب بشكل ثابت، عدم وجود كيمياء ما بينه وما بين مجموعة اللعيبة المتواجدة أو التوليفة الحالية فمحتاج وقت كافي، ثقة بالنفس فاللاعب يدخل ويشوط ويهدف ويقدر يفنش بمنتهى الهدوء والمزاج كده، تحس اللاعب بإيه بيحرز الأهداف بمزاج. هم دول اللعيبة اللي بتبقى أخدت الثقة خلاص مش مهزوزة. شادي حسين أعتقد أنه من اللعيبة اللي كان محتاج وقت أكتر من كده، أو كان محتاج وقت كافي علشان نشوفه بشكل أكتر مع النادي الأهلي. هروح لتالت لاعب، والحقيقة تالت لاعب كنا متنبئين ومتكلمين مع بعض بخصوصه، وهو البرازيلي برونو سافيو. قلت لكم طبعا بعد خروجه من حسابات المدير الفني مستر كولر وخروجه من القائمة النهائية لكأس العالم للأندية، كان خلاص على اعتاب ان هو ممكن نشوفه بشكل نهائي بيرحل عن جدران القلعة الحمراء. برونو سافيو الأكيد انه لن يشارك مع الأهلي حتى نهاية الموسم، خلاص يعني خلاص الحدوتة دي واضح انها خلصانة ومنتهية، رغم ان برونو سافيو شايفين مع حضراتكم كمان يعني على الشاشة دلوقتي بيفكرنا بمباراة السوبر المصري، يعني كانت شهادة ميلاد برونو سافيو مع النادي الأهلي، شهادة ميلاد. السامبا البرازيلية تشعر وكأن اللاعب عنده بعض بقى الإمكانيات والمهارات، ويعني تشعر كده إن اللاعب ده جاي بس برضه محتاج وقته. لكن دايما هقول كل الأسماء اللي أنا قلتها هي قناعات فنية، مناسب ليك دلوقتي مش مناسب، كان موجود وأداؤه مش عاجبك، مش عارف تدخله مع كمية اللعيبة اللي عندك، مش مقتنع بيه وشايف انه مفيش امل منه، ايا كان ايا كانت التعبيرات ولا الاسباب اللي بقول عليها كلها على فكرة اسباب، لكن النتيجة واحدة هي قرار وارد جدا خلال الايام القادمة بنهاية الموسم، وهي رحيل بعض اللعيبة اللي قلت لحضراتكم على اسمائهم. نادي الزمالك، اروح لنادي الزمالك. الوضع اصبح اكثر سوءا، أكثر سوءا طبعا خروج الفريق من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا هي كانت كارثة بكل المعاني. زي ما قلنا امبارح 1000000% هيكون في تغيير داخل الجهاز الفني. امبارح بالفعل تقدم الكابتن أسامة نبيه باعتذار عن استكمال المهمة. النهاردة هيكون في جلسة ما بين المجلس مع المدرب فيريرا علشان وضع النقاط على الحروف. في تصوري هيكون في اتفاق الحروف اللي هتتحط دي هي انهاء التعاقد، انهاء التعاقد نهائيا مع مستر فيريرا مع نادي الزمالك. ولكن انهاء التعاقد لازم يكون بشرط واحد، وعلى فكره نادي الزمالك ما انضموش غير الشرط ده، انه ينهي التعاقد بالتراضي مع وضع اكتر من بديل. ممكن يكون منهم الاسماء اللي بتتردد الكابتن خالد جلال اللي درب طبعا الزمالك يعني قبل كده، حقق معاه بطولة الكاس لو فاكرين مع بعض، ده غير ان هو طبعا نجح بشكل مميز الموسم اللي فات مع نادي البنك الاهلي. كمان
من ضمن الترشيحات احمد حسام ميدو، المدرب الثالث برضو اللي مرشح الكابتن طارق مصطفى المدير الفني لنادي اولمبيك اسفي المغربي، واللي ماشي معاه مع الفريق بشكل رائع جدا ومميز جدا في البطوله المغربيه. ففي امور كتير وفي كلام كتير بيتقال، هل ممكن كابتن احمد عبد المقصود وكابتن حسين ياسر المحمدي يستكملوا المشوار مع نادي الزمالك، ولا ممكن نشوفهم بيتقدموا باستقالتهم هم كمان زي كابتن اسامه نبيه؟ عموما الحدوته دي كلها خلال الساعات القادمه هتظهر بشكل اكتر، تفاصيل الموضوع هينتهي ازاي مع مستر فيريرا، الامور اللي هيتم الاتفاق عليها من قبل مجلس الاداره مع مستر فيريرا، هل بالتراضي، هل امتى، في اسرع وقت، ولا هيكون محتاجين نشوف الزمالك بيلملم اوراقه في اسرع وقت؟ ده اللي اقدر اقول لكم عليه. يعني فكره انه الافكار حلوه، النتيجه، التنفيذ، ده اللي مهم اكتر واكتر. السرعه في اتخاذ القرار مهمه اكتر واكتر واكتر. التوقيت ده صعب جدا على نادي الزمالك. فكره ان يلملم اوراقي سريعا اعتقد اهم بكتير قوي 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 من فكرة إن أنا استنى وتمهل وأفكر. نص الموسم ما بيسمحش بده. فكرة تتمهل بقى وأفكر دي ممكن تكون إيه في فترة الإعداد، الموسم الجديد أبتدي بقى أفكر وأجيب مدرب أجنبي وأقعد أخد وأدي وأعمل فترة إعداد ونشوف طريقته مع اللعيبة واللعيبة يندمجوا معاه، دي حدوتة تانية خالص. دلوقتي نادي الزمالك بحاجة إلى رجل المرحلة.